السلام عليكم. الآن هسه بعد أن وضحنا الثيرمال أناليسز الخاصة بالكابيلاري تيوب عن طريق استخدام الأناليتيكال ميثود، واللي هي تعتمد بشكل أساسي على الثري لو أوف فيزيكس، القوانين الفيزياء الثلاثة الأساسية اللي هي كونزرفيشن أوف ماس، كونزرفيشن أوف إنرجي، وكونزرفيشن أوف مومنتم. هسه ناخذ كيس ستدي أو مثال تطبيقي على هاي الحالة. وات إز ذا لينث أوف كابيلاري تيوب، يعني نريد نحسب أنه طول الكابيلاري تيوب. القطر الداخلي مالته 1.63، اوكي. ويل دروب ذا بريشر اوف ساتوريتد ليكويد ريفرجرنت ار 22. فانا هنا رسمت رسم بي اتش بسيط، ورسمت ستيت 1 اللي هي تمثل انلت الكابيلاري تيوب، وستيت 2 اللي هي الاكزت اللي هي اخر نقطه. فطبعا يعني كاتب لي هو الكابيلاري تيوب يريد يحسب الطول مالته حتى يسبب لي انخفاض بالضغط، بس كاتب لي علما للساتوريتد ليكويد، يعني ستيت 1 راح يكون ساتوريتد ليكويد واقعا، اوكي. الفريون هو ريفرجرنت ار 22، معطيني التمبرشر الانيشال تمبرشر قد 40. فمبدئيا ما دام بالساتوريتد ليكويد لاين، يعني ستيت 1 بهذا المكان واقعا، فبالتالي الدرانس فراكشن الاكس 1 قيمتها صفر، زيرو، اوكي. هذا طبعا المنت تو ذا ساتوريشن تمبرشر اوف ذا ايفابوريتر، يوصله يعني الكابيلاري تيوب اللي نحسب الطول، اللي يساهم بتقليل وانخفاض الضغط ودرجة الحرارة من 40 إلى 5، أوكي، اللي هي saturation temperature للإيفابوريتر. وكاتب لي أخذ الماس فلوريت 0.01 كيلوغرام بير سكند، واللي هو قلنا هاي راح تبقى كونستانت، قيمتها ثابتة. فاللي راح نسوي احنا، طبعا احنا نعرف انه نشتغل اديباتيك كابيلاري تيوب وهوريزونتال كابيلاري تيوب، اوكي، اديباتيك هوريزونتال كابيلاري تيوب. فاللي تلاحظوه انه ستيت وين اللي هي درجة الحرارة هنا واقع هذه 40، اوكي. انا كاتب لكم هنا ستيت 2، اقصد هاي اخر نقطة، هنا ستيت 2 هنا راح تصير قيمة درجة الحرارة اللي راح ينخفض، لان انا ما دام يصير عندي بريشر دروب، اوكي، فبالتالي راح يصاحب شنو؟ تمبرشر دروب، لان العلاقة دايركت فردية بين البريشر والتمبرشر. فبالتالي 40 راح تصير 39 عند ستيت 2، بعدين 38 راح تصير ستيت 3، 37 ستيت 4، وهكذا. احنا عند كل نقطتين لازم نحسب الانكريمنت لينث الدلتا ال، بشوف انه هذه دلتا ال، هذه دلتا ال، اللي نحسب الدلتا ال بعدين اخر شيء نجمعهم كلهن حتى نطلع الطول التراكمي للكابيلار تيوب. فمثل ما متفقين من نريد نبدا نحل، اول خطوه نكتب قانون حفظ، عفوا، قانون حفظ الزخم كونزرفيشن اوف مومنتوم، اللي هو البي 1 ماينس البي 2 ماينس الفريكشن فاكتور الدلتا ال على دي الفي سكوير على 2. هاي سبيسيفيك فوليوم، اكتب هيك شيء سبيسيفيك فوليوم حتى اميزه عن السرعه في الاريا، يساوي ام دوت في 2 ماينس في 1، اوكي. فانا نشوف هسه احنا الحل مالتنا شلون صاير ببساطه. اول شيء احنا عندنا تمبرشر، فمثل ما تلاحظون كاتبين ذا بريشرز الضغوط، يعني انا لازم احسب بي 1 واحسب بي 2 واحسب الفريكشن فاكتور، بس هذا الاف المين المعدل، والدلتا ال هو المجهول الاساسي، الدي هو القطر ثابت، السرعه ايضا لازم احسب السرعه المين، اوكي، المين فاليو الفي 2 والفي 1 السرعه عندي، الام دوت عندي موجوده، الاي ايضا موجوده، الفي هذه هسه نتناقش شلون نحسبها، اوكي. بس هنا انا كاتب لي ذا بريشرز كان بي ايزلي كالكوليتد، لان انا عندي بي 1 وبي 2 لازم احسب هنا اول شيء، ثاني هاي الخواص انا عندي في الريفرجرنت 22، وعندي درجة الحرارة حاليا اشتغل بين 40 و39. فاللي راح اقوله انه ات تي 1 40 ديجري سلسيوس، اروح على التيابولات المتفقين عليها، راح نطلع البي 1 1.53360 ميجا باسكال بالميجا. احنا هم نتفق ان البريشر بالباسكال، فلازم نحوله، لان الواحد ميجا باسكال هو 10 تو ذا باور 6، يعني 10 الى 6 باسكال. بعدين بننتقل هسه الى ستيت 2، الى ستيت 2 هنا راح يصير عندي تي 2 قيمتها 39. فنفس الشيء راح اقول انه البي 2 اللي هو عد 39 راح تكون قيمته 1.4 سمثينج، اوكي، هذا بالباسكال. وراها احنا ايش راح نسوي؟ طبعا ننتقل الى الفراكشن فاكتور، يعني مثل ما تلاحظون هنا انا ايش عندي؟ البي 1 حسبته، البي 2 حسبته، الفراكشن فاكتور لازم احسبه. بس الفراكشن فاكتور اللي لازم احسبه لازم يكون عندي بستيت 1 وستيت 2، يعني المين فاليو. فاللي راح يصير هسه الفراكشن فاكتور، وطبعا نفس الشيء السرعه، هم الافرج المين. اول شيء نشتغل على بوينت 1، اوكي، نحسب الفراكشن فاكتور بنقطه رقم 1.
فراح نطبق باعتبار انه الانترنال فلو داخل الكابيلاري تيوب، للكابيلاري تيوب هو فولي تيربلنت، اوكي فولي توربلنت فلو، فبالتيربلنت فلو نستخدم هذه الكورليشن اللي درسناها بالفلويد ميكانكس 0.33 ديفايدد باي رينولدز نمبر تو ذا باور 0.25. بس هنا ما دام كتبنا اف 1 يعني فريكشن فايتر بستيت 1 لازم هذا رينولدز نمبر بستيت 1. رينولدز نمبر هو نعرفه رو دي في 1 على ميو 1، فطبعا احنا نعرف انه الدي القطر، الفي السرعه، الرو هي الانفرس للسبيسيفيك فوليوم فخليناها كمقام. الدي عندي قيمته 1.63، الفي 1 ما عندي فممكن احسبها اني، كتبنا ام دوت تساوي رو في اي، هاي طبعا علاقه بسيطه حتى نحسب من خلالها الفي، بس اول شيء لازم نحسب الاريا، اوكي الام دوت راح تصير هذه علاقتها، لازم مع ذلك انا لازم عندي السبيسيفيك فوليوم، بس انا اشتغل بستيت 2 عفوا بستيت 1، فالV1 هو VF1 في الـ 1 minus X1 plus VG في الـ X1، أوكي؟ الـ X1 دي unsaturated قلنا بستيت 1 قيمتها صفر، فبالتالي هذه القيمة الـ X راح تصير 0، هذا 0 راح يصير الـ V1 هو نفس الـ VF1، أوكي؟ واللي هو شنو قيمته من التيابولات راح نطلع الـ VF1، هذا مثل ما متفقين بها، هذا قيمة الـ VF، سوري الـ V1. ايضا هسه السرعه بهاي الحاله الفي 1 راح يكون حسابها جدا بسيط، اوكي مجرد انه اسوي ترتيب رياضي ماثيماتيكال مانيبيوليشن يعني، بحيث يصير عندي انه الام دوت قيمتها 0.01، اوكي الفي السبيسيفيك فوليوم حسبته، الاريا حسبتها، طلعت الفي 1، اوكي وراها اروح للدايناميك فيسكوسيتي اللي هسه ما تسالني شلون نحسبها. الميو 1 نستخدم هذا القانون حتى نحسب الميو 1، اوكي اللي نحتاجها برينولدز نمبر، شوفوا الميو موجوده بقانون رينولدز نمبر، بس لان ستيت 1 ايضا على ساتوريتد ليكويد لاين فالاكس راح تكون عفوا راح تكون قيمتها 0، فالميو 1 هو نفس الميو للساتوريتد ليكويد واللي قيمتها هاي، بس ننتبه انه هاي طبعا مايكرو باسكال بالتيابولات فراح نضربها في 10 سالب 6 لان احنا نريدها باسكال سكند، اوكي فنعوض تعويض بسيط راح يطلع عندي رينولدز نمبر وطبعا قيمته اكبر من 2300، فالفلو واول وتالي راح يكون فولي تيربلنت، جريان شنو مضطرب، اوكي ورا هذه الخطوه احنا اجينا الى الاف 1. الاف 1 هو يعني 0.33 على رينولدز نمبر 0.25، رينولدز نمبر اللي حسبته اخليه هنا ارفع على هذا الاس واقسم راح يطلع عندي الفريكشن فاكتور، وراها وين نروح لستيت 2 نفس البروبرتيز اللي حسبناها بستيت 1 راح تنعاد، يعني لازم عندنا الاكس وعن طريقه شنو عن طريقه 39 اللي هسه 0.2 درجه حراره 39 لازم احسب الفي اف والفي اف 2 والفي جي 2 ولل والميو اف 2 والميو اف الميو جي 2، لازم يعني احسب الميو والفي والاكس عند الساتوريتد ليكويد والساتوريتد فيبر من التيبلز، بس هنا انا عندي مشكله 0.2 هي بالساتوريتد ليكويد سوري بالميكستر ريجن بالتو فيز ريجن، فبالتالي راح تملك دراينس فراكشن، فاذا الاكس 2 لازم احسبها، شلون احسبها؟ عن طريق هذا القانون، نطبق قوانين هذه اللي هي الاي، هذه القوانين اللي هي الامبيريكال كورليشن، عدد 39 لازم احسب الفي جي 2 الفي اف 2 كلها احسبها، الام دوت قلنا كونستانت قيمتها 0.01 والاي ايضا تبقى قيمتها كونستانت، بس هنا لازم ننتبه انه هذه تربيع، هذه في 1 على 2 راح تطلع عندي قيمه الاي، وراها احسب قيمه البي، بس هنا ننتبه انه هذه كلها اتش جي 2 اتش اف 2 وين نحسبها؟ عدد 39 مو عدد 40، اوكي؟ وراها ورا ما حسبناها طبعا راح يصير عندي القيم هذه، نحن نطلع البي ونفس الطريقه نطبق القانون السي، اوكي حتى نحسب السي، بس هنا ننتبه انه هذه اتش اف 2 اوكي عدد 39 بس هذه الاتش 1 هي حسبناها عدد 40 فهذه لازم ننتبه لها، اوكي والفي 1 هي السرعه بستيت 1 اللي حسبناها قبل شويه، راح بعد هذا التعويض يعني تعويض الاي والبي والسي اوكي نعوضها بقانون هذا الماينس بي سكوير بلس ماينس اندر روت، اوكي راح نطلع قيمه الاكس 2، اوكي هنا البلس ماينس معناها راح تطلع عندي قيمتين يعني. ونعرف احنا قيمه الاكس بين الصفر والواحد، فتذكرون انتم بال يعني بالبرايمري سكول بالسكندري سكول انه الاكس يعني مرات اذا بوزيتيف نيجاتيف اكو قيمه تهمل، فهنا الاكس بين الصفر والواحد فمن تطلع عندي قيمتين القيمه اذا طلعت بالسالب نهملها، اوكي ناخذ فقط القيمه بين الصفر والواحد وهذا القيمه راح تكون مجرد تعويض راح تطلع عندي قيمه الاكس، من طلعت قيمه الاكس 2 هسه ارجع اطبق قوانين التو فيز فلو اللي هي الخاصه بالحساب حساب الفي 2 الفوليوم، اوكي بس هنا مو صفر الاكس 2 بالاكس 1 كان قيمتها صفر، فهنا الفي اف 2 اوكي من التيابول عدد 39
الاكس 2 حسبناها، الفي جي 2 هم ايضا نفس الشيء عنده 39، فراح يطلع عندي الفي اي سوري الفي 2 نفس الشيء نطبق حتى نحسب الدايناميك فيسكوسيتي. اوكي، مجرد نعوض الاكس 2 تبقى قيمتها 0.008، نحسب الفيسكوسيتي دايناميك فيسكوسيتي، ونفس الشيء نطبق نحسب الانثالبي بستيت 2. ولانه الماس از كونزيرفد، اوكي، لانه الكتله محفوظه حسب قانون حفظ الكتله، فبالتالي مثل ما تلاحظون ايش طبقنا احنا؟ قلنا ام دوت 1 تساوي ام دوت 2 اللي هي 0.01 ويساوي رو 2 في 2 اي. هنا انا الفي نحسب السرعه، فراح من نعوض الام دوت قيمتها 0.01. اوكي، السبيسيفيك فوليوم حسبناه هنا، أنا هذا السبيسيفيك فوليوم، والاريا هي كونستانت يعني الكابيلاري تيوب القطر مالته ثابت، طلعت عندي السرعه. اطبقها بقانون رينولدز نمبر حتى احسب رينولدز نمبر الثاني، وراها احسب الفراكشن فاكتور، بعدين نحسب المين. عندي قيمتين للفراكشن فاكتور، اجمع واقسم على 2 يكون عندي قيمة الفي ام اللي هي قيمتها ايضا الافرج، نفس ما نطلع الافرج للفراكشن فاكتور نطلع افرج للسرعة. اخر شيء نرجع القانون 13/4 اللي هو حتى نحسب عن طريق انه مجرد نسوي تعويضات رياضية بسيطة، قانون 13/4 اقصد به هذا القانون اللي هو بالبداية طبقناه. اوكي، هذا القانون، اوكي هذا، اوكي مجرد نطبقه، اوكي هذا القانون حتى نحسب شنو الدلتا ال. اوكي، من نحسب الدلتا ال راح يطلع الطول شنو، طول الانكريمنت او الاليمنت الشريحه اللي هي الواحد اثنين، اوكي قيمتها 0.2306، وراها نشتغل بين ال 39 وال 38 ونحسب الدلتا ال بيناتهم. ننتقل بعدين بين ال 38 وال 37، نكمل الى ان نوصل درجة حرارة الايفابوريتر 5، يعني احنا بدينا 40 39 38 37 الى ان نوصل للخمسة، ونجمع كل شنو كل الدلتا ال. اوكي، وهذا طبعا موضح بالتيابو 13 واحد اللي هو هذا حل المثال طبعا اللي هو هذا تشوفه طلب. من طلعنا دلتا ال 1 الى 2 بين ال 1 و 2 نحسب الدلتا ال 2 3. اوكي، كل شوية نجمع يصير طول تراكمي الى ان يطلع الطول الكلي عندي قيمته 2.118، هذا هو طول الكابيلاري تيوب الكلي. اوكي، اللي هو باستخدام شنو الاناليتيكال ميثود. شكرا جزيلا.